هذه الورشات كانت مضبوطة ودراسة مهمة. لكن نشكره سعادة الوزير الصحة وكذلك وزير الصحة اللي تلقوا الكوميتي السيونتيفي وكذلك صديقة ديالي الدكتور القنديري رئيس المؤتمر وكذلك المنظمين معهم في الجمعية جمعية اللي أنا منتدب معهم منسق معهم. كعرفوا أن الورشات كانوا بدقة أنك تشوفوا أن المشاكل اللي إفريقيا مشاكل فيها اللي خص تحل، وكنشوفوا ان هذه المشاكل يمكن باش تحل اذا تكون واحد 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 ورشات اللي تطرق موضوع وبدينا مواضيع الاولويه. كتعرفوا مشكل المناخ ديال المياه ديال الجفاف كذلك ديال هاد الكوارث اللي بدا كيوقعوا دابا في المغرب وقعت في المغرب. اذا بعض الحاجات اللي في الحاجه افريقيا باش تولي ماشي دابا غادي ندرسوا ناخذوا واحد التجربه وكذلك نبداو نشوفوا المستقبل ندرسوا المستقبل. الحمد لله دازت كارثه مزيان تغلبنا عليها كالكوفيد كالمشكل هذا الشيء الفيضانات كالعافيه. دابا خص يكون واحد البيوتاج يكون عندنا واحد نظره تكون مستقبليه ما نبقاوش توقع الكارثه. دابا الحمد لله وقعت وكي كنا مجندين الحمد لله داز 100% مغربيه بلي ريسورس هيومان ديالنا بالماتيريال ديالنا الحمد لله. ولكن دابا بدنا نفكروا باش تكون احسن ما احسن واقرب. اذا دابا الحمد لله شفنا ان عندنا ارضيه عندنا غوتوبسي ما عندنا كذلك الماتير كل شيء لوجيستيك هنا. إذن غادي نبداو نشوفوا على المستقبل نكونوا واجدين في جميع لي ريجيون اللي كاين فيهم ريسك فيهم خطر نكونوا واجدين اي لحظه هذاك الشيء مرتب كما كان دابا الحمد لله نكونوا اكثر كاع اقرب ومتجندين. وكنشكروا في هذا الموقف ان المبادره ديال صاحب جلاله نصر الله والتعليمات ديالو اللي كانت منوره وكانت بينات بزاف الحوايج كذلك السلطات لعبت دور مهم في هذا التاثير ديال هذه الكارثه انها كانت موجهه. لا يمكن ان هذه البلاد تكون بلاد السلطات اللي مضبطه اللي كتعطي مثال للعالم كله وكذلك وزاره الصحه والقوات المساعده لعبوا واحد الدور مهم. اخر حاجه هو الشعب المغربي لي سيتويان كانوا والجمعيات كانوا احسن مثال هو ديال التبرع بالدم اللي كان هذه لا يمكن العالم كانت دوله دارتها. اذا هذا الشيء كان باعنا هذا الشيء من المغرب كيعطي واحد نظره واحد الصوره اللي يقدر يكون نموذج لمقاومه هاد المشاكل الكوارثيه في افريقيا وكذلك في الدول الاخرى. ان كنشوف المغرب انا سابق شويه الدول الافريقيه في هذا الشيء الحمد لله انه جاء ما بين الدول الامريكيه الاسرائيليه كتشوف تقريبا نفس التكوينات كاينين. اذا دابا المغرب يقدر ياثر بعد الدول الافريقيه بعد الكوارث انه الحمد لله في الباب ديال افريقيا هو المغرب. كنظن دابا هذه افريقيا عاطيه يديها المغرب عاطيه يدي الافريقيين كيقول هذه من سيدنا عاطي يدي لجميع الدول المساعده كما كنشوفوا. اذا هذه فرصه باش غادي المغرب يبين الدول لانه مستعد باش يعاون الدول الافريقيه في حاجه الى اعانه بعد الكوارث.